هنايا اليوم اللي عندنا هنا اللقاء ديال 100% فام سوق، دونك المنتوجات ديال العيالات المغاربيات المغاربات اللي عندهم هاد المنتوجات اللي كيصنعوهم باليد ديالهم، وكل وحده وشنو هي الدومين ديالها، فاش كتختارع، فاش كتبدع ديالها. انا اليوم هنايا كنعرض المنتوجات تاعي اللي كنعملهم باليد ديالي. هما المنتوجات هما بحال اللي كتشوفوا هنايا، كاين لا برودري اللي كنديروها بيدينا، لا برودري، كاينه لا بينتور سيغ تيسو، كاين هاد الطابلويات هادو نظن بلي اول منتوجات اللي كاينين هما هاد لي طابلو اللي كنديرهم بلي بيرل، سون دي بيرل اللي كنبتوهم، هما بحال هكا بحال هاد الصور هادو ديال المرأة الإفريقية، هادو دابا منبتين بالأحجار، هما هاد المناظر اللي كاينين هنا، هادو إبداعات جديدة باسكو يظهر لي مازال ما كاينينش المارشي، أنا أول مرة كنستعملوهم هنا، والحمد لله كما كتشوفوا كل وحدة في المغاربة شنو حطت شنو دارت، تبارك الله علينا وتبارك رانا برافو أو فام ماروكان. حنا كنتواجدوا في قالغي بن عمر في المعارف باش كنعرضوا المنتوجات ديالنا. لباس تقليدي، المهم الصناعة التقليدية بكل نواحيها، وعندي أنايا البلدي، تندير في البلدي خدمة ديال اليد عندنا بحال هادي، هادي خدمة المعلم برشمان، وبخدمة اليد الزموري، دونك مليفة كاشمير، وعندنا قفيطان بحال كدا تا هو بالطرز بالصم، وخدمة المعلم خدمة اليد تا هي بالعقيدة بلديين، فوالا الحضور المناسبات هكا، ومديرين تا لي شال بالنسبة للناس المحجبات، فوالا وفوالا لي موديل تاني أخرين، تاني خدمة ديال هاد الخدمة كيقولو لها سلان، كيجيو لي قميص ديالها، عندي هاد الموديل تا هو كومسو، هادي تا هو بحالو، عندنا سقفتنا تكون غندورة. سبب اللقاء ديالنا اليوم جمعنا كنساء كنمثلوا النساء المغربيات عبر العالم عن طريقكم ان شاء الله وعن طريق بزاف الاعلام. بالنسبه لي انا كنعرض المنتج ديالي هو لا ريزين ايبوكسي. بالنسبه للبرودوي اللي كنخدموا به هذين هو هذا، هاد المنتوج هو اللي كنخدموا به بزاف. بالنسبه لهذا سوطاس، هذا ابخي، هذا شنو كديروا به؟ هذا سوطاس، هذا كيتحط على لي طاس بحال هكذا سوطاس، هذا المنتوج دابا ابخي، هذا افون باقي، يلاه باقي خضر، باقي زعما باقي ما داش، ما وجدش، ها هو باقي ما واجدش. بالنسبه لهذا دي بورت كلي، هادو لي مول ديالو، هادو لي بوتش كلي كنصوبو منو تا هما بحال بالقهوة نيت نكهات اللي بغيتي على شكل هذا. بالنسبة لي بلاطو كتقدر تصاوب بهم دي بلاطو، أو ميم طون كنقدرو نديروهم في لي طابلو في بلاصة الفيرني، كنقدرو نديروهم في بلاصة الفيرني. بالنسبة لي مول هما هادو، بالنسبة لهذا pour les artistes. On fait des délices 100% fait maison. Genre, une pâtisserie vertueuse sur Instagram. Gare les délices fait maison, les gâteaux et kulchi. Normalement, ماشي أول مرة غادي نشاركو زعما في هاد لي زيكسبوزيسيون، ديما كيجيو بزاف ديال بحال هاد العروض وكنشاركو فيهم. سي مدام سهام لوغانيزاتريس ديال هاد ليفينمون هي اللي أشاك فوا كتقلبنا على دي زيفينمون بحال هكا، وكنديرو دي زيكسبوزيسيون باش كنقدو أن لو بروجي ديالنا والسمية ديالنا تاخد تعرف كثر وتمشي كثر. التظاهرات دارت باش تعاونكم تعاون المغاربية. اكزاكتومون، وسيرتو كو لو كلوب ديالنا سي بوغ دي فام اكتيف، وكاع لي زيكسبوزونت اللي معانا سو سون دي فام، أكثرية كنكونو زعما دي فام
اكتيف ديما كنقلبوا على دي على دي 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 زيفينمون بحال هكا باش لو بروجي ديالك كيزيد يطلع وياخذ اكثر. نورمالمون صراحه سيتي لا دوري ديال لا بانديمي سيتي تري ديفيسيل لينا حنا كاملين، زعما ما كانتش سهله. مي لو فات ما غنبقاوش حنا جالسين كنساينوا في ان بوست ولا شي حد، زعما حيت كاع لي زونتربريز ولا سوسيتي سون اون كريز بوغ لانستون. دوكو زعما جو بريفير انا لا فام ماروكان تقلب على شي حاجه اللي هي تتبغيها وهي تتعجبها، حيت فاش كتكون شي حاجه في باغ امور ولا باغ لا باسيون كنقدروا نعطيو فيها اكثر اوتوماتيكمون. لو بروجي زعما غادي يمشي غادي يجي الطريق ديالو كيف هذا.